كهل ولم يصل إلى مرحلة اليأس، لا يزال يبحث عن زوجته. أسير؟ نعم. كم سنة بقيت أسير؟ 18 سنة أنا أسير بيروت. من 81 رجعت 2004. رجعت كل شيء ملكيت؟ والله بس رحمة الله. يعني فراقها صعب، حيل حيل صعب. يعني هسه شلون تموت اكو فرد ورده وما تعطيها مي وتموت، الجد تم داريها وبعدين تزبل من يديك راح زوجتك. قضى شاكر قرابه العقدين في الاسر، سنوات طوال يرافق صوره على امل اللقاء. شفتها؟ لا ما شفتها بعد. ابد ما شفتها؟ ابد والله. تتمنى تشوفها؟ ها؟ اي يعني اتمنى اشوفها، اعتذر منها. اعتذر منها، اقول لها يا ببرين ذمه وكنت بيرا 18 سنه وحتى ذبونا على الحدود. بس الصوره صورتها؟ اي بس الصوره. صورتها وياك كانت 24 ساعه بالاسر. ها؟ اي هناك مو وحتى الهويه كانت رفيق يعني لك. ها؟ اكثر من رفيق. اكثر من رفيق؟ اي والله اكثر. شلون مثل اشوف لك ورده وداريها الوردة هاي إلى داريها تعطيك عطر طيب. هاي الصورة كلها على الصورة؟ هاي كلها على الصورة، وهسه كبرتها الصورة بغرفتي. كبرتها؟ اي والله كبرتها. يأمل أن يتجدد هذا اللقاء بزوجته بعد هذه السنوات التي قضيت ما بين البحث والمطالبة بالحقوق المغيبة. والله هسه يعني شغلك يعني لا أذكرها أزوج. هسه شلون أنت مثل مضيع لك ضيعة. ها وتلقاها تفرح وما تلقاها ها راح تضوج. شلون هسه بالبصية واير مال مسجل اذا ما تلقى شنو راح تضوج، حيل راح تضوج. اذا خيروك بين حقوقك وبينها ايش تختار؟ ها والله احتاجها هي، لان انا حبيتها على مدبه مال غاز. قلت لك من بغداد مصطفى لطيف، قناه رشيد الفضائيه.